اولا الاسم المبروك عمر رشراش، الصفه مراقب تعليم لبلديه تجوره. طبعا اليوم من تنظيم الحفل هذا تكريم لاوائل الطلبه من ثانويات المنارات الدينيه، وذلك مختلف البلديات من مصراته، من زليت، من مسلاته، من ترهونه، من الزاويه، وكذلك من تجوره المنظمه. التنظيم كان طبعا من ضمن مجلس البلدي تجوره، وكذلك الاخوه في الاوقاف تجوره بارك الله فيهم. ولا ننسى ان هناك بعض من الاهالي لهم دور في الامر هذا، فلهم منا كل الشكر والتقدير جميعا صراحه. طبعا الهدف من اقامه التكريم وذلك للتحفيز والتشجيع على الطلاب لتواجه مثل هذه المرات الدينيه، لان المرات الدينيه مثل ما تكلمنا في السابق انه هو يعني بيتخرج منها الخطيب والواعظ، وهذا فيه مصلحه للشخص نفسه سواء كان في الدنيا ولا الاخره، فهو يعني يجني ثمار في الحالين. فاتمنى لهم جميعا كل التوفيق والتقدير بصراحه. شكرا بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. ولا مكشف. شكرا.